فيها آراء مفيدة، مفاهيم عديدة، دائما فكرة جديدة على الهوى. أينما كنتم مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والبركة. حياكم الله في برنامجكم السوالف معنا. كالعادة وكل يوم من الأحد إلى الخميس معاكم من الواحدة والخمسة إلى الثانية. نرحب بمشاركاتكم مستمعينا سواء من خلال الاتصالات أو التغريدات أو الرسائل النصية. كل يوم مثل عماني نسولف عن هذا المثل ونتناقش، وكل واحد عنده رأي ووجهة نظر وأيضا يحكي من زاويته عن هذا المثل. قبل المثل مستمعينا أذكركم بفريق العمل: عايدة البلوشية، أنس المشيفري، وأحمد الحديدي، وفي الإخراج سيف الجرداني. أيضا في اليوم في مساعد مخرج معنا سلطان السعيدي، حياك الله. مروان السعيدي حياك الله. Yeah.
لمستها التعانة، وانت الوحيد الذي احيا علشان اقدر اعيش بدونك يا دنيتي والكون. والله وغلط عيونك منساك مهما يكون، منساك مهما يكون، ما اقدر اعيش بدونك. والله وغلط عيونك منساك مهما يكون. سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا. في كل يوم يضع إناء به ماء وحبل الطيور ويبدأ في انتظارها لعلها تلتفت وتحط على الإناء، وبالفعل تأتي بعض الطيور وما أن تقترب من الإناء يجري إليها محاولا إمساكها ليطعمها بيديه الصغيرتين. ولكن تطير الطيور بعيدا ولا تقبل بعرض هذا الطفل، وعندما يأس أقبل إليه والده يعلمه كيفية جذب الطيور إلى الإناء المعد لها. فسأل والده كيف لي أن أجذبها وأطعمها يا والدي، فقال له كل ما عليك هو وضع الإناء وترك المكان بهدوء، وراقبها فقط من بعيد وتأمل منظرها وهي تحط على الحب والماء. فالطيور يا ابني تخاف منا نحن البشر، وإذا أردت أن تساعدها وتطعمها فقط وفر لها البيئة المناسبة واتركها تعيش بسلام. ومستمعينا، قالوها أهالينا في مثل الطير يحط على الحب ما القب. سولف معنا. نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 90484. يا محلى السوالف سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا. سولف معنا مستمعين، ونسعد جدا بسوالفكم الطيبة. ومثل اليوم يقول الطير يحط على الحب ما القب، حتى لو الهدف من القب الحب والاهتمام والحرص والقيام بالواجب وأيضا المسؤوليات. المهم مهما كان هدفك هذا كله ما مهم، المهم أنك عشان تجذب لازم يكون عندك الأسلوب الجاذب وأيضا اللين واللطف في التعامل. ناخذ اتصال معنا خميس الهنائي. مساء الخير. السلام الله عليكم. وعليكم السلام يا خميس، كيف حالك؟ السلام الله عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير، كل عام انتم طيبين، كل يوم انتم طيبين ان شاء الله. مساء النور، وكل لحظه انت طيب يا خميس. امين ان شاء الله. امين. مساءكم حلوه وانتم حلوين ايضا. تسلم من طيبك. طبعا بقال مثل يقول كل عندك خميس فراش الله نايم قرر الحوض. حياك الله يا خميس. بعدنا يقول الطير ما ينزل على القبه، ينزل على الحب. على الحب. هي صح.
إيه نعم، سواء طير ولا ولد ما يعني يتحصل يحصل، لكن يجي عليه كله ما يجي واحد يضربه يطفر مضوي. أحسنت، نعم أحسنت. أيوة، سلام على اللي جميع الأخوة، الأخ عبد الله المشرفي وأبو قيصر وحمد العلوي وأبو الفضل أبو قيصر وعلي الأخزمي وجميع الأخوة اللي متصلين وجميع من يعرف خميس فراش من علينا. تسلم، بارك الله فيك. يا الله أحسنت، مشكور لك وبغل التوفيق وجميع طاقم الإذاعة والتلفزيون. تسلم، مع السلامة. إذا خميس يقول الطير ما ينزل على القب، ينزل على الحب. ناخذ اتصال آخر، وأشكر كل من يتابعنا في تويتر وأيضا يعيد تغريدتنا وأيضا يفضل تغريدتنا، شكرا جزيلا. أذكركم أيضا بحسابنا في تويتر @generalradio إذا عدت سلطنة عمان، صفحتنا في تويتر، رقم الرسائل النصية مستمعين 90484، أما أرقامنا 24640234. ناخذ اتصال. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين، من معنا؟ الحمد لله. سعيد. تمام، الله يسلمك. سعيد الكلباني. سعيد الكلباني. سعيد، بس لو تخفض على صوت المذياع عشان نعرف نتواصل مع بعض. زين إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سعيد. سعيد مثلا اليوم العادل. الحمد لله بخير، الله يسلمك. بخير الحمد لله. يا هلا بيكم. سعيد مثلنا اليوم يقول الطير يحط على الحب. المثل يعني صحيح ان هذا الطير يحط على الحب ما على القب. ما على القب، نعم. صحيح. وكيف احنا في تعاملنا مع بعض؟ نحط الحبل لبعضنا البعض ولا القب؟ نبدي من؟ في مثل بعد ثاني. نعم. يقول ربي بقبك اتوفر حبك. ربي؟ بقبك اتوفر حبك. هذا مثل اول يعني. ايوه. جميل، شكرا لك. تسلم يا سعيد. يعني احنا نعرف الامثال ونعرف هذه النصائح ونعرف ايضا نتائجها السريعه، ولكن للاسف دائما ما يعني نتخذ بعض الاساليب اللي فعلا تكون فيها نوعا ما عنف، وكلها في الاخير تكون منفره. ونذكر هذه الامثال يمكن عشان حتى نذكر انفسنا بضروره ان ننتبه الى انفسنا، وايضا يكون عندنا وعي بحيث انه نحاول قدر الامكان نتراجع ونتخذ الاساليب الصحيحه في التعامل مع الاخرين وايضا جذبهم واقناعهم. ناخذ اتصال. السلام عليكم. طيب، نروح للرسائل النصيه، واللي حاب يتواصل معنا يبعث رسالته على 90484. رساله تقول كلمه وطأ احسن من عطاء، شكرا للمرسل. ايضا مشاركه من مها تقول امثالكم جميله جدا، يا ليت بالفعل يعني نقنع الاخرين، تقول وايضا نحاول ان نكسبهم من خلال الاسلوب الطيب واللين. شكرا لك يا مها. طيب مستمعينا، إذن هو هذا مثل اليوم، يعني من ما كان الشخص اللي نتعامل معه سواء صغير كبير، إيش ما كان يعني تواصلنا معه، يجب أن نعرف أنه أنا أحدد نوعية التواصل معه، أراقب نفسي أنا كيف جالسة أتواصل مع الآخرين، متى أجذبهم، متى أقنعهم، ومتى ممكن ينفروا مني، وبالعكس يعني راح يعاملوني أيضا بعنف مماثل لعنفي مثلا أو الأسلوب اللي أنا أتبعه، وبالتالي أيضا أنا أشعر أن هم يعني يعاندوني. سبحان الله، يعني يمكن حتى إحنا تعلمنا من القرآن الكريم أنه الله سبحانه وتعالى لما رسل النبي موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون، واللي هو فرعون إيش قال لهم؟ قال لهما قولا له قولا لينا. ليش؟ لأن فعلا هذا الأسلوب هو الأسلوب المؤثر. أيضا في مقولة لعمر بن الخطاب يقول إن المرء لا يكسب بالرفق ما لا يكسبه بالشدة. ناخذ علي اللخزمي. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين. كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. الحمد لله. يا أهلا وسهلا فيك يا علي. حي الله.
الله يحييك. مو مثلك من اليوم. مثلنا يقول الطير يحط على الحب. ايوه. ما القب. ما للقب. ايه. فلكن صحيح هو المثل هذا يعني مو مقصود بمقصود به يعني الطير الحمام ايه. ولا العصافير مقصود به من البشر. صح. لما يصير إنسان يعني يراجع في نوع ما يعني يحصل يعني المعروف والأحسان والمروة بلكن يعود مرة ثانية يعني فلكن لا فكرت يعني جانب عنه طبعا ما بيرجع لي. نعم. صح ولا لا؟ صح. وهذا اللي إحنا الدروس اللي نتعلمها أيضا يعني. المثل الثاني يعني مرادفنا المثل هذا. نعم. يقول الذر ما يجي على الذر يجي على الدنس. ايوه. الذر هذا الذر تعرفين؟ ايوه. يجي على الدنس يعني. ايوه. النمل لا النمل. نمل يعني ايوه انا اقول ذر او نمل. صح. يجي على الدنس. ايوه. يعني هو المعروف. صح. كلام جميل يا علي. يا اهلا وسهلا. شكرا شكرا يا علي. علي خميس لنا واجد واجد يوصل ان شاء الله يا علي. شكرا لك. تستمع هو يسمعنا الحين يسمعنا للراديو سامعينكم اكيد. ايوه ايوه شكرا شكرا, شكرا لك يا علي. حياكم الله مستمعينا. إذا كانت هذه مشاركة علي الخزمي بالفعل هذه هي دروس اللي احنا نتعلمها أيضا من تأملنا وتدبرنا للأشياء من حولنا وخاصة الحيوانات. حياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم في برنامج سولف معنا. دقيت باب الجار كل ظنتي بابي ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. دقيت باب الجار وظنيتي بابي ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق. يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق. تركوني وحدي ومشوا وما حاسب احساب. دقيت باب الجار وظنيتي بابي ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. Bye.
يحرم علي بابك أهلي علي بعد ساعدني يا جاري حزني بنت بلاد خفف علي ناري يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق حاسب حسابي تكيت باب الجار باب الجار باب بابي يا قرد صارت عدم سولف معنا نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233 الرسائل النصية القصيرة 90484 90484 يا محلى السوالف سولف معنا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء سولف معنا أهلا بسوالفكم مستمعينا في برنامجكم سولف معنا مثل اليوم يقول عزيز المستمع الطير يحط على الحب ما القب بمعنى أو المغزى أن الإنسان دائما ما ينجذب ويقتنع ويؤثر عليه من خلال الأسلوب الجميل اللين الرفق هنا طبعا على طاري الرفق رسالة من أبو حكيم الدبدوب يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه كلام جميل جدا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لك يا أبو حكيم ناخذ عبد الله الكندي مساء الخير الله بالنور كيف حالك الحمد لله بخير الله يسلمك كيف حالك أنت اليوم الحمد لله خير كيف المثل معكم اليوم طيب طيب واجد يقول الطير يحط على الحب ما القب ما القب نعم زين لكن إيش معناه معناته أن الأسلوب اللين الأسلوب الطيب مع الآخرين هو اللي يخليهم أنهم ينجذبوا إليك يسمعوا منك يقتنعوا صح ما الضرب ما القب ما العنف هذا صاحب ما بين صاحب ما بين صاحب الخير هذا يخص صاحب الخير سبحان الله الذي هو يلقي إلى لقى صغير أو فقير تقدم عنده وعطاه فهو هذا الحب معنى الحب نعم إذا أمد يده صاحب الخير وعطى في صغير وعطى إنسان محتاج هو هذا فأما إذا أنهره وعطى كلمة غير متواضعة ولا بكرامة هو هذا القب نعم هذا الكلام حالنا إحنا أولياء الأمور والمعلمين وغيره لكن ما للطفل حتى الشخص اللي ترى من سنك وهذا يمكن حتى الكلام موجه للبعض أنه مثلا تكون كداعية مثلا خطيب مثلا محاضر إيش ما كنت صديقك أخوك يحتاج أنك أنت تختار الأسلوب المناسب عشان تجذبه إليك صح هو هذا صاحب الخير هو صاحب الخير بالفعل الذي هو صاحب الخير وتكلم بكلمة طيبة هي بتكون تلقي في الفؤاد في القلب ترضي صح في القلب ولو ما أعطى حاجة يقول كلمة الوطية أحسن من العطية نعم نعم صح هذا هو يكون معنى ما معنى أن القب الذي عصى أو الحب الذي هو لحب البر صح أحسنت هذا معنى أن الإنسان إذا قدم خير عند إلى الله تعالى عنده إلى عند الله تعالى وإذا الإنسان المحتاج وإذا تكلم كلمة طيبة هي تكون مرضية القلب ومسكنة القلب حتى أن تكون عاطفية للإنسان جميل أشكرك جدا يا عبد الله شكرا يا تسلم بارك الله فيك إذا يقول هي الكلمة المسكنة للقلب والله كيف تعبير عجبني واجد ناخذ أنور مساء الخير يا أنور مساء النور كيف الحال الحمد لله تمام الله يسلمك يا أنور طيب إن شاء الله الحمد لله تمام إيش مثلكم اليوم مثلنا يقول الطير يحط على الحب ما القب وعبد الله الكندي ختم بأن الكلمة مسكنة للقلب أكيد 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 صحيح الطير يحط على القب على الحب مو على القب لأنه
دائما يقول شيء قابل الإحسان بالإحسان يعني. نعم. وهذا المثل ينطبق على البشر مش على الطير مثل ما ذكروا الأطفال والفريق سابقا يعني. بالفعل هذاك مجرد يمكن تصوير أو كنموذج يعني أو أسلوب الواحد يتخذه حتى يوصل رسالته لنا يعني. بالضبط. نعم. صحيح. أحد الأخ المتصل يعني مع الأسف الشديد الأخ المتصل اللي قبل شوي قال لك مثل بس يمكن أنت ما فهمتي. وقال لك الآن إذا عندك القب تحصل الحب. أيوة أيوة أنا فهمت هذا المثل اللي كان قبله. من اللي قال لنا هذا المثل؟ أعتقد علي الخزاني الكلباني. ربي قبك تاخذ حبك خال. بالضبط. نعم. هذا المثل متناقض تماما مع المثل بالضبط. اللي مررت لكم اليوم يعني أكيد. متناقض جدا. نعم. أكيد صحيح. شكرا للبرنامج الشيق الجميل يعني. تسلم بارك الله فيك. تسلم تسلم. لا أنا فهمت مثل طبعا سعيد الكلباني ولكن بالفعل هو يناقض مثل اليوم. سعيد قال لنا ربي قبك تاخذ حبك ولكن هذا غير اللي إحنا نشوفه اليوم يعني من نتائج مع تقديم الحب على القب. أكيد بالضبط اللي هو الإحسان يعني. بالفعل. أكيد بالضبط. تسلم يا أنور. شكرا جزيلا. شكرا لك بارك الله فيك مع السلامة. نرجع للرسائل النصية ورسالة تشرح لنا يعني حب يشارك لنا بهذه الطريقة يقول يعني الحب موجود وإذا حاب أنك يعني تبدي الحب قبل القب يكون هذا أفضل للطير. شكرا لك. أيضا رسالة تقول السلام عليكم رسالة من يوسف المعولي يجب أن نأخذ قرار بعد التفكير وإن أردنا نصيحة شخص ننصحه بهدوء وبانفراد لكي يتقبل النصيحة. شكرا. للأسف يعني الأسماء ما موجودة في الرسائل النصية ليت لو تعرفون على أنفسكم. أيضا أبو عمر الوهابي كأنه يريد أغاني أو ما أدري ما فهمه. أنا كاتب لي شوي من الأغاني عاد أنا ما فهمه يعني إنه خففوا لنا من الأغاني ولا زيدوا لنا من الأغاني. طيب رسالة أيضا تقول دعوا لي بالوصول إلى الإمارات وبرنامج حلو توصل بالسلامة يا رب الله يحفظك دير بالك في الطريق. معنا أبو قيصر مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيبين؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيف حالك يا أبو قيصر؟ الحمد لله. الأولاد حيانك. الحمد لله كلهم بخير أولادك بخير. بعافية الحمد لله. الله يسلمك. قال المثل يقول الطير يحط على الحب ينزل على الحب. الكريم كل حد هذا ينصي من الطير ومن البشر. نعم. وقول هذا قمعه حبة حبة يقل غاب يشله هبة. قمعه؟ حبة حبة ويقل غاب يشله هبة. هبة. جميل. أشكرك يا أبو قيصر. تسلم بارك الله فيك مع السلامة. معنا جمعة ندابي مساء الخير. مساء النور عائلة كيف حالك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله أخوات بخير طيب. الحمد لله بخير الله يسلمك. والله المثل في محله يعني يقول لك الطير ما يحط الحب ما يلقب يعني أنت إذا عودت الشخص على حاجة طيبة فهو يعني يلجأ إليها. أيوة. أما إذا كان يشتكي منك ما يمكن إنك يعني يتواصل معك. بالفعل. أنت تعود طير على حاجة كل يوم زريلة في حاجة هو يوصلها لك حاجة. ليش؟ لأنه يحط على الأكل ما يحط على أشياء لكن لو صرت ويشت منه من حاجة ما ينزل عليها الحاجة فهذا يقول لك يعني. أيوة يعني. وإذا كانت الحاجة يعني حب مثلا يعني أنت أيضا تختار الشيء اللي يعني يبحث عنه هو إيش احتياجه. الطير احتياجه حب فأنت صح. تحط له الحب بأكيد يعني بيلتفت لك. أيوة أكيد أنا وضحت لك أنا أقول إذا دعيت له الحب فهو ينزل عليه. أما بالفعل. إذا كان أرسته ودعيت له القط طبعا ما ينزل. ما ينزل. نعم. أيوة ما ينزل. نعم. وأشكر شاعة عائدة وأشكر الأخوة القائمين على هذا البرنامج. تسلم بارك الله فيك. مع السلامة يا جماعة. معنا خلفان المسعودي مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام أهلين. مرحبا كيف الحال أختي؟ أنا من قطر الله يسلمك. اهلا وسهلا يا خلفان كيف والله الحال؟ والله شوقنا مثل ما المثل اللي قلته الصراحه فانا دائما اتبع الامثال مال العمانيه. اهلا وسهلا فيك يا خلفان حاليا انت وين؟ انا نعم تكلمنا حاليا من قطر من دوله قطر. نعم اهلا وسهلا فيك حسبالنا موجود عندنا في البلد. لا لا والله في قطر بس ان شاء الله عقب اسبوع بنزوركم ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. حر طبعا. بس اهلا وسهلا فيكم.
والمثل هذا وش المثل مالكم؟ المثل اليوم يقول الطير يحط على الحب مال قب. عارف القب؟ أنا سمعت المثل هذا زمان، أنا كثير سمعت هذا، بس هذا يقول على ما أعتقد هذا المثل يعني يميل على 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 البدو على ما أعتقد هذا. هي الأمثال كذا يعني. أمثال مشتركة بين دول الخليج، فحاجة بسيطة اللي تختلف بيننا بس. نعم، وإحنا عجاسين نسولف على المغزى يعني إنه الطير أو الإنسان، الطفل، شريك الحياة، إيش ما كان يعني الشخص اللي أنت تتعامل معه. المثل يقول يعني كثير حق يعني أشياء كثيرة حق الطير وحق الإنسان. الإنسان إذا حصل زي ما تقولين راح عند واحد وحصل منه إجابة واحترام يرجع له مرة ثانية. بالفعل. أو إن مثلاً في الحال البدوية إذا كان مثلا مر على غدير وشاف بنت جميلة وهو مو من البلد الثاني يرجع لها مرة ثانية يخطبها ويعني يتعرف على أهلها ويخطبها. فالمثل اللي معاني كثير الصراحة. نعم جميل، أشكرك يا خلفان. الله يسلمك، إن شاء الله نكون متواصلين معك إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. نعم، يعني هو رسالة وصلته إنه والله يعني إيش ما كان الشيء اللي ننجذب إليه بالتأكيد إنه إحنا يعني ما نروح بعيد عنده. يعني هذا الشيء اللي أنا جذبني واللي أعرف الشخص كيف ممكن إنه يصل إليه من خلال الشيء الجاذب، لذلك أنا بالتأكيد ما ألتفت عنه، ما أطير عنه، أكيد راح أنجذب لهذا الشيء اللي أنا أعتبره إنه جاذب لي أو إنه أعده يعني كاحتياج لي أيضا. ناخذ رسائل نصية. أبو معاذ يقول حبة حبة إلى تترس المكبة، شكرا لك. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، مساء الخير. المثل العماني يقول كلمة الوطية أحسن من العطية. أبو مروان الدهماني شكرا لك. أيضا رسالة تقول والله أبو وقار أنا ما فهم كثير رسالتك، ولكن يعني بحاول إن شاء الله إذا اكتملت الرسالة راح أقراها من جديد وأيضا يعني أستعرضها خلال الحلقة. إذن هذا هو مستمعينا مثل اليوم، الطير يحط على الحب ما القب. تأخذ فاصل يا سيف، نأخذ اتصال وبعدين الفاصل. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال عايزة؟ طيب وخير؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. مسلم رحب معاش. حياك الله يا مسلم. كيف الحال طيبة؟ الحمد لله بخير. يا صاحب العافية. الله يعافيك، تفضل يا مسلم. حياك الله. الطير يوقع على الحب ليس على القب. هي على الحب ما على القب. هي مثل يعني أنت طفل ولدي رانش مثل حوتي في اليوم تناولي شكليت ولا حاجة ولا شيء ومشوف سيارة واقفة على طول يجي. بالفعل. أيوه يعني هذا الطير مثل الأطفال مثل الطيور. نعم، كيف ما عودته وكيف ما تعاملت معاه يعني. أيوة. يا أما يعني يتعامل معك بنفس الأسلوب يا أما ينفر منك. يلاصق على طول أكثر عن حي أمه وأبوه. صح صح. أيوه. أو شيء مثل غيره يقول لك نقي الجار قبل الدار. نعم، نقي الجار قبل الدار. قبل الدار يعني شوف الجار المناسب، ما تدور الجار قبيح وكذلك وتحسس إلا قبلينه. صح. إحنا أيوة. طرحنا في يوم هذا المثل. طلعتوه ها؟ هي. أو طرحت الغول المثل واحد يقول المعروف مطلع الغول من سربه. المعروف؟ مطلع الغول من سرب الغول هذا أبو يلدر. هي. إذا أنت عملتي بمعروف تكسبيه ويطلع يجلس معاك حتى ما يعورش ولا حاجة. شوف أنت كيف حسب تعاملك. لا أيوة حسب التعامل. أيوة. أشكرك يا شكرا يا عايدة، أحسنت الجزاء الله خير. بارك الله فيك، مع السلامة. أنت شوف كيف يعني يقول لك في المثل أنه لهذه الدرجة الأسلوب الطيب اللين في التعامل يعني يروض حتى الحيوانات المفترسة، الحيوانات المخيفة يعني. أشكر مسلم الرحبي. وفي اتصال ولا فاصل؟ إذن فاصل مستمعين وراجعين. ملح والزاد ما غزر ولا فاد.
الزر ولا فات خلاني العزيز وسكن بغداد لا وداني مرسى ولا يسأل عن الحال لا وداني مرسى ولا يسأل عن الحال لا ودا خبر لا مني جوعان خلاني العزيز وسكن بغداد لا ودا خبر لا مني جوعان خلاني العزيز وسكن بغداد ملح والزاد عودة لكم مستمعينا وحياكم الله في برنامجكم سولف معنا. مثل اليوم يقول الطير يحط على الحب ما القبر دعوة للتعامل مع الآخرين بأسلوب طيب لين حتى نكسبهم ونجذبهم إلينا. أيضا رسالة أحمد الوهيبي أبو المعتز يقول أحسن، هي رسالة ما كاملة ولكن يقول هذه أحسن طريقة في التعامل. وأيضا هناك مثل مشابه يقول إذا طبق ثوبك بطله ببارض، حبيت المثل واجد، إذا طبق ثوبك بطله ببارض. عموما يعني أنت الناس أيضا يتعرفوا يعني إليك وإلى سلوكياتك إلى أخلاقياتك من خلال هذه الأمور اللي أنت تتعرض لها. يعني مثال أنه من خلال طريقتك في استخدام الماديات تتكشف جوانب شخصيتك للآخرين خاصة المختصين يعني. وأيضا
البعض إيش يعملوا؟ يعودوا أبنائهم مثلا أو طلبتهم، وخاصة مثلا في المراكز، إيش يعطوا للأطفال؟ يعطوهم بعض المشكلات، يعني ألعاب عبارة عن مشكلة، أنت كيف تحل المشكلة هذه؟ كيف تفتح مثلا الخيوط المعقدة؟ عموما يعطوا مشكلات عشان يعودوا على اكتساب مهارات الصبر، على اكتشاف الحلول بطرق إبداعية. مين معنا؟ عبد الله الحوسني، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. الله يحييك، حبيت اشارك معكم. حياك الله، اهلا وسهلا، بارك الله فيكم. بس صراحه الامثال هي عبارات قصيره ومؤسسه على خبرات طويله جدا. بالفعل حبيت اشارك معكم ويعني ابادلكم بالامثال الحلوه. اهلا وسهلا فيك. وانت يعني مثل ما قلت، هي يعني تختصر تجارب وملاحظات يمكن سنوات طويله. حلوه، نعم بالفعل. مثلا يعني لا تزرع النارجيل في صحار ولا الفرب في ظفار. نعم صح. يعني بإمكان الأشخاص يزرعوا النارجيل في صحار، ولكن ما مثل الجو اللي هي في صلالة. يعني بالفعل بالفعل يعني كذلك عندي مثل ثاني. تفضل. لحم الشاه وحليب الشاه لا يتعشى. لا يتعشى، يعني ما يعني لا تأكل حاجات يعني لحم وشحوم يعني بالليل، حاجة خفيفة يعني. نعم نعم. في مثل آخر يقول شهر مالك نفقة فيه لا تعد الأيام. لا تعد الأيام، أيوة، يعني الشهر مالك نفقة فيه مثلا، يعني توحنا العربي ما نحسبه، يحسبوا يعني الإنجليز علشان ويش؟ شهر رمضان الناس تحسب شهر رمضان يوم بيوم. نعم. لأن الناس صايمين. نعم، وتعودنا على فكرة أنه إحنا خلاص يعني ما نحسب إلا الميلادي. أيوة بالفعل. لكن الشياب مو يقولوا شهر مالك نفقة فيه لا تحسب الأيام، لكن تو يحسبوا الأيام علشان الرواتب وكذا يعني. صح. في مثل آخر يقول رضينا بالبين والبين ما رضى بينا. نعم. بارك الله فيكم. شكرا لك يا عبد الله، جزاكم الله خيرا. تسلم، بارك الله فيك، مع السلامة. مثال جميل، أكيد اللي يحب يشارك فيها أكيد ما نرده، ولكن التركيز الأكبر على مثل اليوم الطير يحط على الحب ما القب. في اتصال؟ طيب نشوف الرسائل النصية. سعيد الكندي يقول مثل مطابق لهذا المثل، يقول الكلمة الطيبة تخرج الثعبان من بيته. نعم، كلام صحيح يا سعيد، شكرا لك. أيضا رسالة من علي المخلدي يقول إذا أنت لم تكرم بأرضك فارتحل، فلا خير في دار مهانا كريمها. الرسالة من علي المخلدي، شكرا يا علي. ناخذ ناخذ اتصال. السلام عليكم، معنا محسن. السلام عليكم بفايدة. وعليكم السلام، أهلين يا محسن. محسن التوبة، كيف الحال؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. مثال الأخوان المستمعين وطاقم البرنامج، حياك الله. اليوم مثلكم يقول الطير ما يحط على القب، ما يحط على الحب، ولا هي صح يحط على الحب ما القب. صحيح، فهذا يدل على انه المثل هذا يضرب على المعروف يعني، او تقديم الخدمه او التعامل الطيب مع الاخرين. نعم، دائما كل ما الانسان تعامل مع الاخرين بصفه طيبه دائما الناس تحن عليه، ودائما يكون شفوقين بهذا الشخص. بالفعل، دائما ما يمكن حتى يبحثوا عن هذا الشخص. مثل أحد المتصلين قال أنت طفل عودته على مثلا شيء تعطيه في يده يفتقدك، يعني إذا في يوم ما شافك يروح يجي عندك، يمكن يجلس معك حتى أكثر من أهله. حتى دليلا على يعني دليل على أنه الرحمة بالحيوان أو الرفق بالحيوان. نعم، يعني دائما إذا أنت مثلا يعني يكون عندك مثلا حيوان أليف ودائما أنت متعاطف عنده، لو كان الحيوان أليف يعني أساسه أليف، لكن أنت تتعامل عنده بقساوة ورغم أنه هو حيوان يعني، لكن تحصه ينفر من الشخص. صح، لكن لو كان أليف وأنت زدته ألفة وكنت يعني متعاطف عنده أيضا يكون هذا، ولو كان مثلا الحيوان شرس وأنت تعاملت عنده باللطف يكون أليف في المستقبل يعني. كلام جميل، إذا تقول بارك الله فيكم. تقول إنه الأليف زيده ألفة. ها، كلام الفاضل. يا سلام عليك، شكرا لك.
تسلم، مع السلامة. هذا في يوم من الأيام يمكن احنا يعني نردد الكلام هذا أيضا كمثل أو كحكمة، الأليف زيد ألفة. ننتقل للرسائل النصية والمستمعين واللي حاب يتواصل معنا خلال يعني الوقت المتبقي من حلقتنا لليوم يبعث رسالته على 90484. طيب خلنا ناخذ سالم السعدي وبعدين نرجع للرسائل النصية. السلام عليكم. السلام، مرحبا، كيف حالك؟ طيبة الحمد لله، تمام، الله يسلمك. يا هلا وسهلا. ما أنغاكم هذا المثل ينطبق على يقول الإنسان لما يكون بطيبة وايد زيادة الناس تستغل لك عايزة. الطيب بزيادة الناس تستغله، الناس تستغل يحصل. وفي مثل معاكس له هذا يقول إذا فرحت عمرك أحد الدجاج بيأكلك، بينقبك الدجاج. أيوة، إذا فرحت حد عمرك حد بينقبك الدجاج. بالفعل، نعم نعم. أي نعم، لكن الرجل يكون معدنه زين يعني. نعم. ما يكون اللي يعني على طول يكسر. يعني في اتزان، في توازن في التعامل مع الآخرين. لا تكون طيب بزيادة حتى ما تكون كما الحب ويلقفك الدجاج. نعم، كلام حلو يا سالم، شكرا لك. تسلم، يا مرحبا. والله يعني اثناء وانا ما اقدم يعني الحلقه اليوم يعني هذا الشيء طرف بالي واكيد طرف بال كثيرين، انه ايضا الطيبه الزايده الواحد لما يجعل نفسه في موقف انه الكل يستغله ايضا هذا الشيء يقع عليه يعني بنتائج سلبيه جدا وما راح يعيش مرتاح في حياته مع من حوله. ناخذ اتصال جديد. طيب نرجع للرسائل النصية. كأني أنا أيضا جتني رسالة من وين راحت رسالتك؟ طيب خلينا نقرأ رسائل جديدة. رسالة من محمد الممسلي يقول بالفعل الأسلوب هو أهم شيء في التعامل مع الآخرين، وأنت أيضا تحدد نوعية التعامل معك من خلال يعني أنا فهمتك أنه أيضا الآخرين يعاملوك حسب ما أنت تفرض نفسك عليهم. شكرا لك يا محمد. هذا هو مثل اليوم مستمعينا، الطير يحط على الحب ما القب، مثل يدعونا إلى التعامل مع الآخرين بأسلوب جميل يعني مهما كانت النية، مهما كان الهدف. والله أنا من حبي، من اهتمامي، من حرصي، من واجبي، من مسؤولياتي أني أتعامل بهذا الشكل معه، لكن هذا ما يبرر بالتأكيد نفور الآخرين منك. كل ما كان الشخص أسلوبه طيب مع الآخرين، لطيف لين، أكيد راح يجذب الآخرين إليه. أيضا في الدخول في النقاشات مع الآخرين، إحنا ما مجبرين ولا الآخر مجبر أنه يقتنع بكلامي أو أنا أقنعه، ولكن على الأقل يعني كيف مثلا نحافظ على أن يكون النقاش ما بيننا يعني بطريقة إيجابية ومقبولة لدى الطرف الآخر، أن إحنا يكون أسلوبنا راقي جدا مع الآخر، نختلف معاه، نختلف بأدب، وهنا نستطيع أن إحنا يعني نحدد مسار لنوع هذا النقاش، وإلا كل واحد بينفر بالتأكيد ويمكن تعلى الأصوات وهكذا. يمكن الواحد من هذه الأمثال يعني يتعلم دروس كثيرة، يتلقى دروس كثيرة، قس عليها وطبقها على جوانب كثيرة في حياتك عزيز المستمع. هذا أنا في وحدتي بعدك على الله العون، لا شفتني بمرايتي ألقانا ما نشبه بعض. هذا أنا في وحدتي بعدك على الله العون، لا شفتني بمرايتي ألقانا ما نشبه بعض. صارت تعابير الهنا وتصنع
من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهوى سولف معانا. حياكم الله مستمعينا في برنامجكم سولف معانا، ورسالة اللي كنت أدور عليها هي رسالتك يا أبو أسعد الهاشمي، يقول مساء الخير. عايدة يقول سحاب على الجبال وأقول تراني رايح إلي نسير. الله معاك يا أبو أسعد، شكرا على رسالتك. مستمعينا إذن نشكر كل من تواصل معنا، كل من شاركنا في حلقة اليوم، وأيضا شاركنا برأيه، ويعني نقاش أكيد كان جميل، وسوالف كانت بالتأكيد حلوة كثير من المشاركين حول مثل اليوم الطير يحط على الحب مالقب. شكرا أيضا لكل من تابعنا بالصمت، نتمنى لكم يوم موفق بإذن الله. كانت معكم عايدة البلوشية في الإعداد والإخراج، وأيضا فريق عفوا في الإعداد والتقديم، وأيضا فريق العمل أنس المشيفري وأحمد الحديدي، وفي الإخراج سيف الجرداني. مروان اليوم ناسينا إحنا، مروان سعيد شكرا على مساعدتك اليوم. وشغوفها ساكنة.